مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الناس. تنتخب البدايه من موجز لاهم الاخبار الخاصه بالانتخابات. اكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني ضروره المحافظه على العمليه الانتخابيه وتطبيق القانون وفقا للسياقات الدستوريه ومحاسبه كل من يعرقل اجراءها. السوداني شدد على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد والتصدي لأي محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الجانب الخدمي. إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في 18 من كانون الأول للعام الجاري والتصويت الخاص في 16 من الشهر الجاري. رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل قال إن هناك إقبالا كبيرا على مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وكذلك مراقبي الكتل، لافتا إلى أن بعض مكاتب المحافظات للمفوضية استنفذت باجات المراقبة، ما يؤكد الإقبال الكبير. هذا وأعلنت وزارة العمل تسجيل شكاوي ضد مرشحين استغلوا مواطنين للكسب أصواتهم وأحالة خروقات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل عبد الرحمن المنصوري قال أنه وردت الدائرة أكثر من شكوى بحق مرشحين عمدوا إلى استغلال المواطنين البسطاء عن طريق استدراجهم إلى مكاتبهم وإيهامهم بإصدار بطاقات كيكارد لهم، مشيرا إلى أن الدائرة اتخذت الإجراءات القانونية بحق من يستغل المواطنين في قضية الانتخابات. من جديد أحييكم وأحيي ضيوفي في هذه الحلقة، المرشح عن قائمة ابشر يا عراق السيدة شيماء وليد خالد. أهلاً وسهلاً بجنابكم، وأيضاً أرحب بالمرشح عن ائتلاف دولة القانون السيد مبارك حسين لجلاج. سهلا بكم في هذه الحلقة. لنبدأ حواري منك أستاذ مبارك، وأود أن تعرفنا ببرنامجك الانتخابي بائتلاف دولة القانون وأهم ما ركزت عليه في هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نتقدم بالشكر الجزيل لقناة الأيام الفضائية المحترمة ولكادرها المحترم ولجنابكم الكريم وللأخوة العاملين في القناة وللجمهور العزيز. أنا المرشح عن ائتلاف دولة القانون الحقوقي مبارك محسن لجلاج الموسوي، رقم القائمة 233 تسلسل 99. حقيقة موضوع البرنامج الانتخابي لكل مرشح يجب أن يكون البرنامج الانتخابي برنامج دقيق موضوع على أسس مهنية وعملية وليس في كلام فقط للإنشاء. المواطن ينتظر من في حال وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الوصول إلى المجلس المحافظة، المواطن ينتظر الكثير. البرنامج الانتخابي أنا باستطاعتي أن أضع برنامج انتخابي مكون من 100 فقرة أو أكثر، ولكن ما الجدوى من البرنامج الانتخابي إنشائي؟ برنامج الانتخابي ما أقول نصيحة لإخواني، هم إن شاء الله أكثر من يمي كفاءة وأكثر من يمي مهنية في العمل، ولكن أقول البرنامج الانتخابي الذي يضعه المرشح يجب أن يكون عملي مهني تطبيقي. طيب أنا أطبق برنامج الانتخابي يشمل الخدمات، برنامج الانتخابي يشمل مجال الزراعة، برنامج الانتخابي يشمل مجال الرياضة، برنامج الرياضي يشمل جانب الصحة، البرنامج الانتخابي يشمل التربية والتعليم، البرنامج الانتخابي يشمل المرأة، البرنامج الانتخابي يشمل المشاريع الاستراتيجية والعملاقة وكثير.
ولكن جنابك الكريم أكيد ببالك راح تقول ما هي النسبة المئوية اللي تقدر تنفذها من هذا البرنامج الانتخابي؟ هذا يعتمد على المرشح. طيب أنا لما ترشحت إلى مجالس المحافظات لازم تكون عندي أولا القناعة كيف راح أعمل في مجلس المحافظة، القناعة من جميع الجوانب، الجوانب الإدارية، الجوانب الفنية، الجوانب العلمية، الجوانب التطبيقية. فإن شاء الله إن شاء الله أعد جمهوري في محافظة بغداد الحبيبة، وليس جمهوري بل أعد جميع أبناء محافظة بغداد، حتى نكون نطلع شوية من موضوع التحزب والكتل، أعد جميع أبناء محافظة بغداد ما أستطيع أن أعمله مثلما فعلته في وظيفتي في وزارة الصحة. أنا موظف في وزارة الصحة لدي الخدمة 33 سنة، قدمت الخدمة أولا هذه الخدمة اللي قدمتها هي فيها مرضاة رب العالمين، وفي الثاني هي فيها جانب إنساني، والحمد لله والشكر لله أبدعت في هذا الجانب، وبشهادة الأخوة المسؤولين من الوزراء والأخوة المسؤولين من الوكلاء والمدراء العامين اللي طيلة الفترة عملت معهم. إن شاء الله خلينا نسمع من ست شيماء أهم ما ركزتوا عليه في برنامجكم الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندسة شيماء وليد خالد، قائمة أبشر يا عراق، رقم القائمة 143 تسلسلي 16. أهم الأشياء اللي ركزت بيها هو دعم الشباب من خلال توفير الفرص العمل لهم. ثاني موضوع المجمعات السكنية للمناطق العشوائية، تدرين إحنا ببغداد هواي أكو مناطق عشوائية، نوفر لهم مجمعات سكنية بأسعار مناسبة حتى نقضي على هذه البناء العشوائي. طيب أهم فقرة عندنا إنشاء المعامل والمصانع لتوظيف الشباب حتى نخلص من البطالة. تعرفين هواي الشباب إحنا قاعدين عن العمل، فنشئ لهم المعامل والمصانع. وأيضا بالجانب التعليمي أهم فقرة عندنا الجانب التعليمي والقضاء على الفساد بالمدارس الأهلية والجامعات الأهلية. إذن هذه أهم ما ركزتوا عليه، لكن أرجع لموضوع أن إحنا باقينا 10 أيام على أداء الانتخابات، فشنو توقعاتكم أستاذ مبارك لنسب المشاركة وفي قراءتك للشارع العراقي حتى الآن؟ حقيقة هو الموضوع الانتخابات، إحنا هذه الانتخابات مو هي وليدة هذه السنة، ومن الانتخابات منذ سقوط النظام البائد الانتخابات تجرى في أوقاتها وفي أزمنتها ووفق الخطة المعدة من قبل الدولة وكذلك المفوضية المحترمة. المتبقي هو كلها 10 أيام، وهذه 10 أيام مفصلية أنا أعتبرها في تاريخ المواطن العراقي في كل المحافظات، من خلال يعني عملي الميداني في سنتر بغداد وفي أطراف بغداد، شفت الهمة عذرا وشفت التجاوب مع من المواطن، وبنفس الوقت يجب أن نثني على الجهود الجبارة التي تقدمها مفوضية الانتخابات في إيصال البطاقة البيومترية إلى المواطن، سواء كانت عن طريق الحصة أو عن طريق المسكن أو عن طريق الدائرة. والحمد لله يعني ما أقولك متفائل جدا، قد إذا أقول متفائل جدا قد أنتقد في هذا الكلام، ولكن أقول نسبة المشاركة راح تكون بين المتوسطة والجيدة، وإذا حصلنا على المتوسطة والجيدة فهذا يعتبر ممتاز. يعني المفوضية صرحت أنه ما راح تأثر النسبة كثيرا على نتائج الانتخابات، حتى لو إجا صوت واحد هو راح يكون مؤثر، لكن التجربة الديمقراطية بالعراق شلون تقيسها بتجربة انتخابات مجالس المحافظات؟ هي احنا اللي اول مره نمارس العمليه الديمقراطيه، انا مارستها كمواطن انتخبت الاخوه النواب والمجالس المحافظات. العمليه الديمقراطيه في العراق انا اعتبرها من انجح العمليات الديمقراطيه، رغم المعوقات ورغم الظروف اللي مرينا بها ورغم التحديات الامنيه ورغم المصاعب ورغم يعني الأموال اللي قد يكون مرت علينا سنين عجاف من الأموال، أخرت المشاريع، أخرت البنى التحتية، أخرت البرامج الانتخابية، ولكن أعتبر العملية الديمقراطية الانتخابية في العراق من أنجح العمليات الديمقراطية في العالم. على العكس يعني أكو دول ما عندها هذا الشيء، وحتى من دول الجوار ماكو شيء اسمه انتخابات وكل 4 سنوات ومجالس محافظات. طيب العملية الديمقراطية في العراق عملية ناجحة
وعملية يعني تبشر بالخير إن شاء الله، خصوصا هذه العملية الانتخابية القادمة. خلينا نشوف جماعة تبشر يا علاقة أرجع لي ست شيماء. ونسبة المشاركة شلون تقيسوها وإحنا باقينا 10 أيام على أداء الانتخابات؟ والله خلال التقاء بالجمهور والدورات التثقيفية اللي أسويها يعني أغلبيتهم مرحبين بالمشاركة، يعني كلهم يريدون التغيير. طيب يعني على مستوى مجالس محافظات وإحنا نتأمل إن شاء الله كل الخير وأبشر يا عراق. إذن خلينا نشوف تقرير عن العاصمة بغداد كونكم مرشحين عن العاصمة ونرجع من بعدها. رجعنا لكم بعد هذا التقرير، وعدة مشاكل يثيرها هذا التقرير أيضا هي التلوث البيئي، التضخم النقدي، وأزمة العشوائيات، أزمة السكن، الطرق والجسور عفوا، والواقع التعليمي. أبرز المشكلات ست شيماء اللي لاحظتيها بهذا التقرير، وأنت أشرتي في البداية إلى دعم الشباب والمجمعات السكنية ودعم الصناعة، لكن هذا التقرير مبني على وقائع ودراسة واستبيان في الشارع البغدادي، فشنو من هذا التقرير ممكن نضيفه كأولوية عمل؟ غلاء المعيشة. غلاء المعيشة اللي موجود، إحنا كنا كواقع عراق، شعب عراقي، شارع عراقي دنعيشه. نعم. فينحل الغلاء المعيشة إنه دعم الدولة تدعم الزراعة، تدعم الدولار بالبنك المركزي، فهذا كله ترى راح يأثر على المستوى المعيشة الموجود بالعراق. أستاذ مبارك، تعقيبك على هذا التقرير وأي الملفات يمكن أنت ما كنت خالها بالحسبان اليوم إحنا طرحنا لكم ما مدروس في الواقع البغدادي؟ لا أخو، هو بالتأكيد مثل ما تفضلت جناب الأخت المهندسة الكريمة، هو هذه المعوقة هي ماكو مشروع واحد نستطيع نركز عليه، يجب أن نركز على كل المشاريع، لأن المواطن محتاج كل المشاريع، مو محتاجها إلى يعني هو راح يخلي بجيبه، لا هو إله وعائلته وصديقه وجاره ومحافظته ودولته العراقية بصورة عامة. إذا نتكلم على الجانب الصحي، فأنا قلت لك باعتباري موظف في وزارة الصحة، خدمت 33 سنة، أرى الآن بوجود الأخ العزيز الدكتور صالح الحسناوي وهنالك حقيقة يعني فد عمل جاد وعمل محترم وجبار يقوم به مع السادة الوكلاء والسادة المدراء العامين سواء كانوا في محافظة بغداد أو في المحافظات الأخرى. طيب. وإن شاء الله الأيام القادمة راح يفتتح يعني في جانب الرصافة 4 مستشفيات عملاقة، سعة المستشفى 200 سرير، وهذه في الطفرة النوعية تعتبر في مجال وزارة الصحة. طيب. وفي مكانات متعددة اللي هي تقريبا أطراف بغداد، الحسينية، الراشدية، المعامل والنهروان، وبتجهيزات يعني هذا عمل وزاري. نعم. وراح نجي لملف الصحة، لكن خليني أنتقل وإياكم لفقرة الدقيقتين، وهي إجابة محددة لكل من حضراتكم محددة بدقيقتين. نعم. وأبدأ سؤالي الأول اللي هو اليوم كمرشحين، اليوم لاحظنا هذه المشاكل وأكو أولويات يمكن أكثر لدى المواطن البغدادي، يمكن لمستوها من خلال لقائكم المباشر بهم أو طلعكم كمواطنين تعيشوها، فشنو اليوم الأولوية اللي تقنعين بها الناخب ست شيماء؟ أكيد هي الخدمات، نوفر لهم الخدمات، لأن أغلبية مناطق بغداد وحزام بغداد تفتقر الخدمات. طيب. يعني طلعت أنا مناطق هواية وشفتها، يعني العالم والله تبطق قامت سبيس يطلبون محولة ماي كهرباء، يعني ما يطلبون لا تعيين لا إيش، بس يريدون هاي الخدمات البسيطة، وهي ترى من حق كل مواطن هاي الخدمات. وإن شاء الله إذا فزنا
نحقق هالخدمات للمواطن. إذا أستاذ مبارك، أزمة الثقة بين الناخب والمرشح اليوم تستند لعدة مشاكل تعاني منها العاصمة بغداد وكل المحافظات. إحنا في برنامجنا حتى اللحظة نوعنا بين عدة مرشحين وعدة محافظات. المشاكل تتكرر وغياب الثقة موجود بينكم كمرشحين وبين المواطنين. شنو الأولوية اليوم اللي تحفز المواطن يروح ينتخب؟ أحسنتي، سؤال كلش حقيقة يعني وشفاف. هي الثقة ليش تتزعزع؟ الثقة تتزعزع من المواعيد الغير صادقة. أنا لما أوعد جمهوري، لو أوعد جمهوري وأنفذ وأكون عند حسن ظن جمهوري أو لا أوعد، ما مجبر أنا يعني ما مجبر أوعد على شيء ما أستطيع أنفذه، بعدين أنا راح أكون يعني محل انتقاد للمواطن ولجمهوري. ولكن أقول إن شاء الله عذرا، إن شاء الله أن توفرت الإرادة الحقيقية، والإرادة الحقيقية أنا فيما يخص نفسي إن شاء الله متوفرة، وتتوفر مع جميع أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين بالتعاون مع الحكومة المحلية، بالتعاون مع الأخوة في مجلس النواب، بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية من تخطيط وأمانة وطرق وجسور إن شاء الله، وكل الوزارات ما أستثني، كل الوزارات العاملة في الدولة العراقية. طيب، سوف يشهد هنالك تطور عمراني، ثقافي، رياضي، فني في جميع المجالات. سوف تكون هناك طفرة في جميع المحافظات ما لم تشهده السنوات القادمة إن شاء الله، وهذا دين في أعناقنا. وأتكلم من الجانب الأخلاقي مع جمهورنا، مع أبناء محافظة بغداد، وكذلك نيابة عن إخواني في جميع محافظات مجالس المحافظات. المواطن بحاجة إلى الصدق في الكلام. اليوم المواطن يحتاج أن تكون صادق وياه، والمواطن ما محتاج صدقيني ست، مثل ما تفضلت جناب الأخت المهندسة، في خلال زياراتنا وجولاتنا في بغداد، في داخل بغداد وفي أطراف بغداد، ما شفت مواطن قال لي أريد سيارة، ولا مواطن قال لي أريد بيت، ولا مواطن قال لي أريد تعيين. والله ومع العلم اللي التقيت بهم مهندسين، كل المطلوب هو الحقوق. يقول لي أستاذ تقدر تسوي لنا تبليط، أستاذ تقدر تسوي لنا. مع العلم أنا ما عندي ذلك الإمكانية أسوي لك تبليط، أنا أوعدك إن شاء الله أسوي لك التبليط من بعد ما أفوز، لأن أنا راح أكون في موقع السلطة. راح أجيك بسؤالي الثاني على ملف الخدمات، لكن أرجع لست شيماء. وأشرتي إلى أن الأولوية لدى المواطن البغدادي اليوم هي ملف الخدمات، فبدقيقتين نريد نجمل أبرز الظواهر في العاصمة اللي هي تمثل مستوى سوء الخدمات اللي راح تشتغلون عليها. نشتغل على الخدمات التحتية، التبليط، الشوارع، لأن أغلبية مناطق بغداد تشكو من الخدمات وسوء الخدمات التحتية. فإن شاء الله بطرق حديثة نطورها لبغداد، ونسعى إلى أن يكون بغداد هي الأجمل من خلال خدماتها. إذن هذا فيما يتعلق بملف الخدمات. أنتقل إليك أستاذ مبارك، عديت خطة لملف الخدمات اللي يمكن أشرت إلى هو ضمن الأولويات خدمات صحة وزراعة وتربية، لكن اليوم قبل شوية قلت أنه كل ما يطلب المواطن قد يكون تبليط كم متر بشارع بيتهم. يعني هي حقيقة محافظة بغداد محافظة كبيرة إذا قيسها من ناحية الكثافة السكانية ما شاء الله، والله يزيد ويبارك، وكذلك المساحات يعني الرقعة الجغرافية. أغلب المشاريع أو أغلب البنى التحتية في محافظة بغداد هي أعمارها الافتراضية انتهت من زمان. يعني جنابك الكريم عرشتي بالسؤال لست شيماء بهذا الجانب. يعني إذا أريد نجي إلى موضوع البنى التحتية للمجاري، فهي مجاري متهالكة، يعني سيئة، دائما نشوفين في أغلب في سنتر بغداد في المناطق الراقية نشوف طفح المجاري. هذا نتيجة لانسداد المجاري، وكذلك أنا أشوف بعيني ست، يعني حقيقة والله مرات أتألم من أشوف أبو النفايات ينظم بالشارع، يجيب النفاية يخليها بالمنهولة. إذن وين الرقابة؟ يعني هسه هذا مو هذا صار فت حديث يعني عابر. عندنا المدارس وعندنا المستشفيات أيضا الأعمار الافتراضية مالتها منتهية.
ليش الآن المستشفيات القطاع البرايفت القطاع الخاص والمدارس القطاع الخاص ليش إذا تروحين للمستشفى الأهلي تلقين بيه كل الخدمات متوفرة، وإذا تروحين للمدارس الأهلية تلقين بيه كل الخدمات متوفرة؟ طيب. وهي هذه تشمل وزارة، هذه أيضا وزارة التربية القطاع المدارس الأهلية مشرفة عليها أيضا وزارة التربية، يعني مو وزارة وحدها. طيب. وكذلك المستشفيات الأهلية أيضا مشرفة عليها وزارة الصحة. أنا هسه ما يخالف أكيف، خلي يصير عندي مستشفيات أهلية وخلي يصير عندي مدارس محترمة، لكن المواطن ما عنده ذيك القابلية المادية أن يروح للمستشفى الأهلي، ولا عنده ذيك القابلية المادية أن يودي ابنه. هسه أكو أطفال، أكو عوائل عندها 3 4 5 من الأولاد، غير القصد مال هذا وين، نعم. وين يعني يوديهم، يعني هي حقيقة. فنقول ومن هنا ناشد دولة رئيس الوزراء الأخ العزيز محمد الشاعر السوداني أبو مصطفى أن ينطي الأهمية الأولوية في المشاريع المقبلة. نعم الآن إحنا نشوف الجسور والطرق ما شاء الله فك الاختناقات، وهذا فرد شيء يحسب. طيب. للدولة العراقية، أنا ما أقول يحسب إلى أحد من السينما. الرجل إجا وقال إحنا بخدمتكم، مع العلم هاي بالضبط، مع العلم هاي المشاريع يعني ما أريد أجيرها إلى جهة معينة، بس هي كلها مشاريع الحاج أبو إسراء يعني الآن بدأت تنفذ. طيب. هذا مو يعني مو أريد أجمل الصورة للحاج، لا هي مشاريع من كان رئيس وزراء بال 2008 لحد 2014، لكن أجلت للنقص المادي، ما أجتنا، ما الحكومة غير مستقرة، حكومة السيد عادل عبد المهدي يمكن بقت قليلة، حكومة السيد الكاظم بقت قليلة، الآن نعول على حكومة الأخ العزيز أبو مصطفى. طيب. دولة رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني بإكمال هذه، أطالبه وأقول له أنت ابن العراق وأنت ابن من عوائل الشهداء المجاهدة، احتني بالجانب التربوي للمدارس وفك أزمة الاختناق المدارس الآن بها الداموت. يعني يمكن هسه تحولت من مرشح إلى مواطن وناشدت رئيس الوزراء. نعم. وراح أنقصك. نعم. دقيقة من الفقرة الجاية بهذا السؤال، جاوزنا على وقت ست شيماء. وسؤال الأخير هو ملف الصحة، وهذا ملف كبير وفيه مشاكل، ويمكن راح يفيدنا أستاذ مبارك بهذا الجانب، لكن بصفتكم متخصص في الجانب الهندسي ست شيماء، وأيضا كمواطن تلاحظين سوء الخدمات الصحية في بغداد، ويعني اللي ما عنده يضطر ينتظر دوره بالمستشفى الحكومي أو يروح للخاص يدفع كذا مبلغ، إضافة إلى سوء الخدمات البيئية داخل المستشفيات، هذه مشخصة من قبل أي مواطن اليوم بالشارع. إذن الدقيقتين لكم ست شيماء وملف الصحة. نعمل جاهدين لتوفير كل الخدمات للمواطن العراقي عند دخول المستشفى، من ناحية الأجهزة الطبية، من ناحية وجود الأطباء الاستشاريين والأخصائيين ووجود الأدوية، هاي نعمل دائما لأجل المواطن العراقي. إذن أشرت أستاذ مبارك إلى أنه أنت متخصص وعامل لسنوات طويلة بمجال الصحة ووزارة الصحة، لكن دورك كعضو مجلس محافظة يمكن يحتم عليه دور رقابي أكبر من كونك عامل في الوزارة، فشلون راح تتعاملون ويا ملف الصحة؟ مجالس المحافظات مثل ما تفضلت جنابك الكريم ست في بادئ الحديث، هي برلمان موازي للبرلمان العراقي، والحكومة المحلية موازية للحكومة المركزية. نعم الحكومة المركزية لديها واجبات ولديها سلطة ولديها عملها، وكذلك الحكومة المحلية لديها واجباتها ولديها أعمالها، ولكن بالعمل المشترك ما بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالتعاون مع مجلس النواب اللي هو الجهة التشريعية. طيب. يعني أعتقد راح تكون هنالك ثمرة نجاح جدا، بس مع وجود النوايا الخالصة في العمل. طيب. الجانب الصحي، أنا قلت لك موظف في وزارة الصحة، خدمت 33 سنة، أنا مستشار قانوني طبعا في وزارة الصحة، عملت في جهات رقابية، عملت منذ سقوط النظام البائد إلى 2018 في مكتب المفتش العام، مديرا لمكتب المفتش العام، يعني كنت أعمل كجهة رقابية. الآن لا، أنا أعمل كمستشار قانوني في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية. الواقع الصحي وتوفير وتحسين الواقع الصحي، هذا هو طبعا جهد حكومة، جهد دولة، ولكن أنت تكلمتي معي في حال وصولي إلى مجلس المحافظة. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله سوف تكون هنالك طفرة نوعية
في مجال تحسين الخدمات في القطاع الصحي، سواء كان في المستشفيات أو المراكز التخصصية أو حتى في مراكز رعاية الحوامل ورعاية الأم ورعاية الطفل إن شاء الله. وهذا عهد في أعناقنا، سوف لن نهاون ولن نتخاذل عنه، وسوف ننفذه بكل ما نستطيع إن شاء الله، إن وفقنا الله ووفق الجميع في خدمة هذا البلد إن شاء الله. بالتوفيق وإن شاء الله توفون بالعهد. وأنتقل لفقرة صورة وتعليق، وهذه الصورة الأولى أمامكم، عن ماذا تعبر برأيكم مرشحينا وضيوفنا أنتم اليوم؟ هذه تجريف الأراضي الزراعية. شو تعبر بالفعل؟ هو موضوع يعني ملف الزراعة حزينة جدا. هالصورة حقيقة مأساة. أنا هذا المنظر من أفوت أروح للعدورة، سواء أروح للزيارة أو أروح إلى جمهوري وأشوف هذا المنظر، ما بيني لبين رب العالمين يحتصر قلبي، لأن هسه ما أعرف هذا شنو المستقبل مالتها. إذا كان مستقبلها توزع قطع أراضي للمواطنين فأوكي إن شاء الله نقول راح تنفك أزمة السكن، ولكن إذا توزع للسين وصاد وهذه مأساة طامة كبرى. هذه هذه النخلة العراقية، هذه اللي أعطت، هذه مثل الأم، هذه النخلة مثل الأم. أنا أعتبر الأم إيش قد ربت وكبرت وكبرت هاي النخلة يعني العراقية، جد اعطتنا ثمارها، وبالأخير وبالأخير نطرحها أرضا مثل هذا الواقع. طيب يمثلنا النخيل وهو رمز، رمز راقي رمز خالص. نعم. لكن بالتالي ملف الزراعة اليوم اضمحل كثيرا بعد أزمة المياه وأزمة تجريف الأراضي وما إلى ذلك، فهل وضعتوا حلول مدروسة لملف الزراعة سواء بالعاصمة بغداد أو كمشروع دولة؟ الملف الزراعي ملف شائك، الملف الزراعي مرتبط بالمياه. الآن لدينا أزمة مياه، هسه هذه الأزمة مفتعلة، أزمة دولية، أزمة يعني سياسات دولة. الآن هنالك أكو مفاوضات وأكو عمل جاد من قبل السيد وزير الزراعة ومن قبل الحكومة المحترمة على إطلاق الحصص المائية لنهري دجلة والفرات من قبل مع الأخوة في الجمهورية التركية. طيب المبادرة الزراعية، أطلقت المبادرة الزراعية والحمد لله والشكر لله، يمكن هذه العام أو العام الماضي وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحنطة. طيب وهذا هذا لم يحدث في تاريخ العراق مع وجود المعوقات المالية والمائية وكذلك. فعملنا راح يكون هو دعم لوزارة للفلاح العراقي، راح ندعم الفلاح العراقي بكل ما نتمكن حسب ما متوفر لدينا. يعني احنا قد يكون اكو امور ما نقدر لها، ولكن ان شاء الله بتضافر الجهود ما بين اعضاء مجلس المحافظه والسيد المحافظ والحكومه المحليه، ما نقول نضع، هي الموجوده اللي ان شاء الله الحلول، ولكن يراد التنفيذ. الحلول موجوده، التنفيذ يعتمد على ماذا؟ هسه قد يكون يعتمد على الجانب المالي فنطلب توفير الجانب المالي، وقد يعتمد على توفير الحصص المائية، نطلب الضغط على لدينا مشاريع استراتيجية مع تركيا، لدينا تجارة، لدينا مشاريع خطوط نقل النفط، لدينا سياحة، لدينا اتفاقات رياضية، نضغط على الحكومة التركية من أجل إطلاق الحصص المائية الأهوار الآن جفت من المياه. وهذا أيضا لها دور بهذه الإجابة. وملف الزراعة يمكن هو أولوية لدى قائمة إبشري عراق بحسب ما سمعته من مرشحينا في الحلقات السابقة، وفي بغداد اللي تعتبر منطقة سهل رسوبي وكان فيها كثير من المزارع، وذكر الأستاذ اليوم حالة يدمي لها القلب عندما نشوف مزارع جرفت وتحولت إلى دور أو شركات أو ما إلى ذلك. فشنو خطتكم لملف الزراعة؟ نمنع تجريف الأراضي الزراعية لأن هي تعتبر حزام بغداد، الحزام الأخضر. فهسه بغداد تعاني من الحزام الأخضر، نقص الحزام الأخضر. فإن شاء الله إذا الله مكننا وفزنا نمنع هاي الظاهرة. إذا هذا من جانب. وخليني أنتقل لصورة ثانية اللي هي هذه، وش تمثل برأيكم؟ هذه معاناة أخرى يا ست، هذا حقيقة معاناة. يعني أنا أباوع على هذا المواطن، أعتقد إما أخوي أو ابني أو صديقي أو جاري، وأشوفه بهذه الكيفية بهذه الوضعية، يشهد الله يهتز
إذن هو واقع الشباب بالعراق. نعم. وأشار أستاذ شيماء إن شاء الله بداية الحلقة إلى أنه أولوياتكم أستاذ مبارك إن شاء الله أنه أولوياتكم في القائمة وكمرشح هو ملف الشباب وتوظيف الشباب. فتفصيلا أريد أسمع من خلالكم أستاذ شيماء حلول لهذا الواقع المؤلم. ما أدري أنا انقهرت زي من أشوف هاي اللحظة يعني إذا تقطع لأن أنا ابني صار سن يعني تخرج وردت له تعيين ما لقيت له فيعني والله من اشوف هيك حاله اشوف ابني بيهم يعني هسه ابني شافه هو المهندس وياي إيه. يعني تخرج ماكو تعيين هو هذا ست شيماء هو هذا اللي انت الاخراج إيه؟ انه ما راح نقطع هاي اللقطه لانه هي تعبر عن حاله صادقه ذكرتيها يعني وابني طالب معهد فنون يعني ذاك بدا يقول لي يعني قبل يقول يوم انا دا اتخرج من المعهد يعني شلون بعدين قلت له ابني الله كريم ان شاء الله بك الله ينقي لك عود تعيين اذا هي شحه الفرص بالضبط. اللي مرتبطه بالتعيينات كدوله واليوم احنا يمكن اعلى نسبه تعيين وتوظيف هي موجوده بالعراق على القطاع الحكومي، اكو بدائل منها الزراعه اللي قبل شويه سولفنا بيها والماركتنج للزراعه وايضا ملف القطاع الخاص، كل هذه الملفات اليوم قادره على انه توظف هؤلاء الطاقات بما يخدم المجتمع ويخدم مصيرهم كافراد. فهذه واحدة من الحلول المطروقة من قبلكم؟ أنا أهم فقرة عندي أنه أعين الشباب لأن أنا شفتها بابني يعني شفتها بابني بفترة من قاعد هاي الفترة كلها قاعد يعني شلون أحس أنه قال يوم أتخرجت وما راح أتعين وبقى أنه ياخذ مصروفه من عندي فأهم هدف بالحملة أنه وإن شاء الله إذا فزت هم الشباب لأن اللي تشع قلبي فان شاء الله الله يمكننا ونعين اكثر عدد من الشباب. اذا استاذ مبارك واقع الشباب ابنك ابن اخوك جارك وصديقك. نعم. قلت للست يعني هو حقيقه المنظر انتم قاعد اليوم يعني تختارون فد مناظر شويه مؤلمه هو هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع لا انتم ما جبتوها من الفضاء هو هذا نعم. الواقع الموجود حقيقه. احنا العراق يعني في جانبين مهمين واساسيين ومن مقومات نجاح العراق ان شاء الله هو الجانب البشري العنصر البشري والعنصر المادي ان توفر العنصر المادي فالعنصر البشري يبدع والمواطن العراقي يبدع وان توفر العنصر البشري الجانب المادي هو المكمل له احنا مشكلتنا الان انت تريدين تعيين والست تريد تعيين وانا اريد تعيين مو احنا المشكله الان اغلب الميزانيه موازنتنا هي تقريبا اكثر من 60 او 70% هي تذهب الى الرواتب والباقي هي تشغيليه ولهذا المشاريع مالتنا يعني ماكو ذاك بطيئه التنفيذ نعم ولكن يمكن الاستفاده من القطاع الخاص طيب أو القطاع المشترك لدينا الآن قطاع مشترك ما بين الحكومة وما بين المواطن وهذا قطاعات كلش يعني موجودة وعملاقة ممكن أشغل القطاع الخاص أشغل القطاع الخاص والموظف اللي يشتغل بالقطاع الخاص أيضا أشمله بقانون الراتب المتقاعد جيد يشتغل 20 سنة 30 سنة ضمن قانون العمل والضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي أنه يشمل بكرة حالة حال باقي الدول العالم باقي الدول العالم المواطن اللي ما عنده عمل الدولة توفر له كشك ايش قد يخدم بهذا الكشك اللي راح يعيشه بس بالنهاية راح يحسب إلى تقاعد التقاعد راح يفيده في كبر سنه بعد أن يحال إلى العمر الافتراضي القطاع الخاص إن عمل بكل طاقته القطاع الخاص سواء كان في الصناعة أو في الزراعة أو في الرياضة أو في التربية أو في كلها يعني ممكن نستفاد من قطاع من المعامل البتروكيماويات من معامل الاطارات من معامل السيارات الان ممكن معامل التعليب اذا اكو زراعه معامل التعليب عاش تيدش ما شاء الله معامل التعليب احنا خو عندنا شركه تمور العراقيه من اكبر الشركات بالعالم كانت والان هي موجوده ولكن يعني تعمل بطاقه انتاجيه جدا بسيطه سد احتياج بعض المحافظات طيب. ولكن ان شاء الله ان شاء الله نعد احبتنا واعزتنا وانفسنا الشاب العراقي ان الله وفقنا و فزنا وتاهلنا الى مجلس المحافظه
ومثل ما ارجع اقول لك راح يصير حمل ثقيل علينا والله. اكيد. والله نسال الله ان يعيننا على هذا الحمل. شلون راح نقدر نوفر لهم؟ وان شاء الله نوفرها. ان شاء الله ما قدر المستطيع نوفر لهم نوفر لهم الحياه الكريمه. المواطن العراقي يحتاج يعني يستاهل ان يكون حر كريم يعيش في بلده محترم معزز مكرم، وين ما يطلع يكون هو محترم. يصرف محترم، يصعد بسيارة محترم، تليفونه محترم، عمله محترم، في علاقاته الاجتماعية، في الملاعب، في هذا يكون محترم، في السفر، في جواز السفر مالته أن يكون محترم، وهذا ما نسعى ونعمل من أجله إن شاء الله. إذن خليني أنتقل وياكم لآخر دقيقة بهذه الحلقة، وهي رسالة للجمهور أو تعقيب على ما دار بالحلقة، والكاميرا أمامكم، والبداية منكم ست شيماء. أوجه رسالة جمهوري انه الكل يشارك بالانتخابات، لان هالانتخابات راح تغير حال. واوعد جمهوري ان شاء الله في حاله الفوز انه اقدمهم كافه الخدمات، وكافه الخدمات اللي اقدر اقدر عليها ان شاء الله، ومن الله التوفيق. اذا الدقيقه الاخيره لك استاذ مبارك، ورساله لجمهورك. رسالتي الى جمهوري العزيز الحبيب في محافظه بغداد، والى أيضا في المحافظات العراقية الأخرى الحبيبة، شاركوا بالانتخابات، ثقفوا الجمهور، كافة الجمهور ثقفوا على الانتخابات. ومثل ما سمعنا قبل أكثر من يومين أو ثلاث أيام من سماحة السيد رشيد الحسيني حفظه الله، اللي نقل كلام المرجع الأعلى الإمام المفدى السيد علي السيستاني، أنه هذه الانتخابات يجب المشاركة بها، وإن كانت بها بعض الأخطاء وإن شابتها بعض الأمور الأخرى، ولكن هي الطريق الأسلم للوصول إلى مبتغى وأمنيات المواطن العراقي. فأحثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات إن شاء الله. إذن شكرا لكم ضيوفي ست شيماء وأستاذ مبارك، كل التوفيق لكم في خوض هذه الانتخابات، وشكرا لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر. حياكم الله. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم الموقرة ولكادركم الموقر ولجنابكم الكريم أختي العزيزة.